فهمت انا ان انا توهت الدنيا. انا الصراع الناحيه الثانيه من الصراع، فانا بحكي لك الجزء الاولاني. الجزء الثاني اللي هو اللي انت بتحكيه ده بقى، اللي هو ايه، انا اولا اهلي ما ربونيش على الشتيمه عشان تبقى فاهم، يعني انا ابويا وامي ما بيشتموش الا في الشديد الاول لما بيبقوا متعصبين قوي، وهما ما يحبونيش اشتم، فكنت كل ما اشتم اتهزق، فانا اهلي مش مربيني على الشتيمه. انا بشتم من غلبي، فانا فاهم ان الشتيمه غلط، وفاهم ان الشتيمه بتخسرني، وفاهم ان الشتيمه بتخسرني. يعني انا مش عبيط، انا عارف ان انا كان بيسمعني 18000 واحد في الاول، والعدد هدي جزء منها عشان انا خطابي مش بيهدى، خطابي لسه سخن، وهو ما يعني سمعك في الاول سخن جذبت انتباهه، بس انت لازم تبرد بقى عشان هو يسمعك ويظبط من دماغه. بس انا ما كنتش قادر، لان انا مش مخطط، انا سايب نفسي. فالشريحه اللي انا بخسرها دي، انا بين نارين، اخسرهم ولا لا، لان ابدا اقف عكس رغبتي، لان انا كل مره انا اسف للمقاطعه يا وائل، بس بخصوص التعليقات انا احب بس اقول للناس انا ممكن اجاوب على اي اسئله، بس تبقى في الوقت اللي يتحدد للاجابه على الاسئله عشان ما نقطعش الاسترسال بتاع وائل يعني. بس اتفضل يا استاذ. يعني فانا بين جوايا صراع، ان في نفس جوايا مش عايزه تشتم اصلا. انا على فكره بالمناسبه انا شتمت الريس وقلت له انا ممكن احب على رجلك، يعني انا عملت النقيضين عشان اوري الناس كلها ان انا الموضوع مش ايجو بتاعي، الموضوع انا مش جاي انتصر، انا مش جاي زي محمد علي على فكره انتصر للايجو بتاعي، محمد علي بينتصر للايجو بتاعه، انا معركتي مش معركه ايجو اصلا، انا الايجو بتاعي رميته، انا حلقته. والنبي اسمح لي انا هستثني من الموضوع الاجابه على التعليقات، التعليق ده بس عشان حد بيقول الراجل ده مخابرات وجاي. شوف يا استاذ الفاضل، وانا لو جاي من المخابرات المصريه فدي شهاده بالعبقريه التامه للمخابرات المصريه، انا لا اتخيل ان هي بهذا المستوى الفني. خلاص عشان بس نبقى صراحه كده يعني. اتفضل يا باشا. على فكرة البعيد ده مش هيفهم النكتة بالمناسبة، وهيفتكر ان ده برضو اداء المخابرات، والناس بتاع المخابرات زعلوا منك على الفاضي. يعني انت بص، انا عايز افهم نظرية الناس. المؤامرة هتفرتك الترنك زي المرة اللي فاتت عمال بقول انترتينمنت، هم افتكروا ان انا بقولها كده، ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي يعني. انا بقول انترتينمنت بتريق على اللي عامل النظرية، هو بينطقها، انا تخيلته بينطقها كده، بص احنا بص نعمل انترتينمنت. بص يا جمهور، بص يا جمهور، مفيش حاجة اسمها بابليك فيجر، في بني آدم اسمه شريف وفي بني آدم اسمه وائل. شريف ووائل تعبوا قوي عشان يبنوا ذكائهم، لما انت تتهمه بالغباء والسذاجة او تتهمه ان هو شغال مع حد عشان هو بيقول رأيه بينقضم منك، لان هو قعد اتفشخ جوه دماغه في رأيه عشان يطلع كده مظبوط وعشان يديهولك مظبوط، فانت تاخده تقول لا ده بتاع مخابرات، ده رأي مخابرات. طب ماشي، ما تتنيل تسمعه، ما حتى لو يعني رأي هي مخابرات. المخابرات لو بالصياعة دي أساسا كنا بقينا في اللي احنا فيه يعني. من المخابرات المصرية إلى وائل غنيم، نتمنى يكون شريف يا عجبك. ما هو برضه المخابرات بتقعد تبعت لي، أنت عشان بقول لك يا اسمك كابتن، شريف. مش انا راجل بتاع مخابرات، انت الدي ام سي و اون تي في مملوكة للمخابرات المصرية، ما هم لو عارفين يعملوا اللي احنا بنعمله دلوقتي ما كانوا اتنقلوا عملوه في المحطات اللي هي يعني بتاعتهم. ما هو لازم، بس لازم نظريه المؤامره ايه، ان هم يجيبوني، يعني ما ينفعش مثلا المخابرات تتبناني بشكل ألذ شويه، لازم يخطفوا اخويا، عارف اللي هو العيال اللي ايه، هو ما هو دي مشكله الدراما الاسلاميه. بالظبط، ادي حل المخابرات اهو، راحوا قبضوا على اخو الراجل، بدل ما يطلعوا يناقشوه قبضوا على اخوه. ادي يا سيدي حل المخابرات اللي انت بتتهمني ان انا بمثله. بس يا باشا بس خلاص، شفت العيال اهو، شايف حتى الباشا اهو بيزعل من التعليقات، ما كلنا بشر يا اخوانا، بالراحه على ابونا. الحاج مش موجود اصلا النهارده. نرجع بقى لموضوعنا. انا ليه ذكرت لك النقطه دي يا وائل؟ لانه انا التمست عندك، وده حقيقي، انا شايف ان انت حقيقي عندك نيه صافيه ان انت توصل صوتك لناس كتير. انا بس بقول ده لما حقيقي. تطلع تشتم رئيس الجمهوريه اللي ناس كتيره انتخبته وبتعتبره ان هو ممثل الدوله المصريه، تمام؟ بص، لا هقول الاب ولا الكلام الفارغ اللي هو انا لا اؤمن بالنظام الابوي القبائلي ده، بالعكس انا عايز نروح لمنطقه الدوله الحديثه اللي رئيس الدوله فيها هو موظف منتخب عام، ولكنه في الاخر حتى في الدول اللي رئيس الدوله بيمثل هو موظف بيمثل الدوله،
في قدر معين يعني بص فرنسا هي بص اللي هقول لك على حاجه، ممكن اقول لك على حاجه، انا هقطعك عشان انا هقطعك، بس انا عايزك تكمل الفكره عشان الناس اللي هتش. انا بالنسبه لي النقطه بتاعت رؤيه الناس لرئيس الجمهوريه وتاثير ده على قدره السلطه على اداره البلد وعدم وقوعها في الفوضى، انا مش هكذب عليك، دي نقطه كانت فايتاني وانا بتخانق كويس، يعني هي نقطه تلمس معايا وافهمها، بس هي انا ما كنتش شايفها وانا بتخانق. هل ده معناها ان انا هوقف الشتيمه؟ لا، هو معناها ان انا هقلل الشتيمه جدا لدرجه ان شاء الله انها تقف، بس انا سايب نفسي، انا مش بسوق، يعني انا مش بقول لنفسي تعمل ايه، انا عمال ادي نفسي ديتا، انا مديها دلوقتي معلومه اهو، انه لا خد بالك من نقطه، انت لما بتشتمه انت مش بس بتشتمه هو كشخص، انت بتشتم رمز في الدوله، حتى لو جه غلط جه صح، هو في النهايه الرمز ده سيء، فهو مثلا انت بتضعفه، فهتضعف موقفه التفاوضي مع اثيوبيا مثلا، لانه الاثيوبيين عارفين ان هو دلوقتي موقفه ضعيف مثلا، ده مثلا. يعني ممكن ما اوصلش لهذا العمق ده، بس انا بتكلم دلوقتي يهمني اكتر المصريين، انه المصريين في فئه كتيره منهم انا شايف ان هم فئه عقلانيه وممكن يكونوا مش راضيين عن تصرفات كتيره بتعملها الحكومه دلوقتي، بس شايفين ان الوضع الحالي على الاقل محقق استقرار للبلد ومحقق نمو اقتصادي. وبالمناسبه انا حابب اتكلم في قضيه النمو الاقتصادي ده، لانه انا شايف انه في اجحاف رهيب من اتجاهات المعارضه عموما، واجحاف مش علمي. يعني انا راجل دايما بؤمن بانه انا وانت مختلفين في نقطه، اذا كان ينفع نحسمها علميا يبقى نرجع للمرجعيه العلميه. في جهات دوليه كتير لا هي بتقبض من الحكومه المصريه ولا هم معرسين ولا بتاع، بيعملوا تصنيف لمصر، تصنيف ائتماني، وبيتابعوا الاحوال الاقتصاديه، في صندوق نقد بيتابع اللي بيحصل في البلد وكده، وفي ارقام في الاخر، والاقتصاد هو في الاخر لغه ارقام. انا شايف انه نوع من بيخلي الناس برضو تنفصل عن بعض تماما. يعني لما اجي النهارده ابقى انا عايز اسمع وائل كويس، وائل بيكلمني في نقطة عنده حق فيها، وهي نقطة التجاوزات الأمنية اللي بتعملها الدولة الحكومة المصرية حاليا في بخصوص المعارضين كويس، وبعدين ألاقي وائل راح كمان راح قال إيه، وبعدين ده حتى ده الاقتصاد بايظ تمام، وإحنا رايحين في داهية، وإحنا مش عارف إيه، ويكون في نفس الوقت أنا بيجي لي معطيات كراجل متعلم طبقة متوسطة، عندي وسائل، بفهم لغة، اقدر اتابع تقارير الدوليه اللي بتتنشر عن مصر في تطورها الاقتصادي، ولا ان التصنيف الائتماني المصري بيرتفع، الاحتياطي النقدي بيرتفع، الناتج القومي، ان معدلات النمو بترتفع، العجز الموازنه بيقل، لان اول مره يبقى عندنا فائض اولي في الموازنه، فاحس كده بيبدا ده يفقدني مصداقية وائل. يعني خلاص بقى مش عايز اسمعه في الجزئية حتى اللي هو بيتكلم فيها بحق، لان حاسه ان هو مش منصف، او ان هو بيتكلم بعاطفة اكتر ما بيتكلم بمنطق. انت قصدي؟ انا بص، الحته بتاعت الاقتصاد، انا خليني اقول لك انه النقطه اللي انت بتقولها بتاعت ان احنا كلنا بنفتي، او وائل بيفتي وفلان بيفتي وفلان بيفتي، ده كلام حقيقي، واحنا جزء كبير من مشكله الفتي هي مشكله ان احنا ما عندناش وسيله او اليه لتواصل، لبناء تواصل حقيقي بين السلطه وما تمثله من معلومات عندها وبين الشعب. السلطه حاطه نفسها كسلطه ابويه، هي بتتصرف وبتقول لنا احنا بناخد احنا النتائج، انت ما تقدرش تحاسبها، ما عندكش ادوات حقيقيه. ايوه، لا، ده التليفون الارضي بيبقى مكالمات سبامينج، بس هيقعد يعمل دوشه فوقفته. اتفضل. ده حاجة. الحاجة التانية، أنا عندي بشكل عام كده عندي نظرية بلدي ومش هتعجبك في موضوع الاقتصاد، أنا بحس بالغلابة، لا في طحن بيحصل، ما هو الأرقام على فكرة ممكن تتستف والورق بيتستف، وإحنا أجدع من يستف الورق، يعني أنا ممكن أستف لك الورق وآخد قرض من هنا وأظبط حاجة من هنا، ما إحنا عارفين شغل الخزنة ده، إدارة الخزنة في مصر مفيش حد محاسب معرفش يدير خزنة يعني. اسمح لي اوقفك هنا، هدي مثال واقعي معلوماتي مش اراء خالص.
عشان بس نتخيل حجم الموضوع، يبقى عندنا بس قاعدة نتكلم على أساسها. الناتج القومي اللي هو للناس اللي ما تعرفش يعني ايه الناتج القومي، اللي هو مجموع السلع والخدمات اللي بتعملها اي دوله، يعني الفلوس، القدر ان الدوله دي بتعمل فلوس قد ايه. كويس، الناتج القومي بتاع مصر في منطقه 3 تريليون جنيه، 3 تريليون ونص حاجه كده في المنطقه دي. كويس، دي حاجه اللي هو كل مجموع الخدمات والسلع اللي بتنتج في مصر. كويس، على كم مواطن؟ على 100 مليون مواطن. انا النهارده بكلمك من دوله زي فرنسا، احنا بنتكلم في 70 مليون مواطن. تمام، الناتج القومي في منطقه 3 ونص تريليون يورو. يورو، تمام، يعني بنتكلم كقيمه شرائيه 20 ضعف، يعني بمعنى انه الناتج القومي بتاع فرنسا يعتبر، عشان كمان دول على 70 مليون ودول على 100 مليون، يعني انت بتتكلم في تقريبا 25 ضعف، 25 ضعف الثراء بتاع الدوله. كويس، لما نيجي النهارده نتكلم في نقول نيجي نقول الناس في مصر تعبانه، صحيح الناس في مصر تعبانه اكيد، نتيجه منطقيه ان انت لما يكون الناتج القومي بتاعك اقل ب 25 ضعف من ناس تانية، ان انت هتبقى حياتك المعيشيه اقل ب 25 ضعف برضه، ولا ده استنتاج مش منطقي؟ منطقي. تمام، الحل البلدي ايه؟ تعال نتكلم برضه بالحل البلدي، يعني انت بتقول انا بيعجبني البلدي، تعال نتكلم بالبلدي. الحل البلدي، لو احنا دلوقتي انا دلوقتي اسرتي، أنا وأسرتي بنعمل 100 جنيه في الشهر،